بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل اقاليمنا. الحقيقه احنا قطعنا شوط كويس قوي في قرايتنا للاقاليم المصريه وقرايتنا لرموزها ومعبوداتها، وبنوصل دلوقتي لاقليم تاني من الاقاليم المصريه، اقليم هام، وهي الاقاليم العشره الاخيره في الدلتا، الاقليم ال11، اقليم حسب. وحسب ده اسم احد الثيران كان المعبود في الاقليم، رغم ان الاقليم كان بيرمز ليه بالثور الا ان المعبود بتاعه كان المعبود ست. المعبود المنطقه اللي هي كلمه شبت اللي بتقع دلوقتي عند 4 كيلو من منطقه هربيت اللي هي قريه الحيش او قريه الحبش الحاليه اللي 4 كيلو من هربيت. المنطقه بتقع في نطاق محافظه كفر الشيخ، والمعبود الرئيسي زي ما قلت لحضراتكم كان ست واندمج معاه المعبود حورس في مرحله تاليه. الاقليم ال 12 اقليم تب نتر، تب نتر اقليم العجل المقدس، عاصمته هي منطقه سمنود. سمنود خش بقى عليها اللي هي منطقه رائعه 27 كيلو من طنطا، واحده من اروع واهم الاماكن. العائله المقدسه وقفت في سمنود على فكره، وهي راحه على رحلتها المقدسه، لو هي راحه على سخ السيده العذراء والسيد المسيح وقفوا فيها. الاله ايزيس كانت معبوده في المكان ده، حوت حرقيب اللي هو او معبد بهبيت الحجر، واحد من اشهر واروع واعظم المعابد الموجوده في المكان ده، وبترجع ليه الاسره 30. الاله المعبود في هذا الاقليم هو الاله انوريس، واحد من بين الالهه الهامه، اين حر اللي بيجيب التايهه او اللي بيجيب البعيده، والقصه الشهيره اللي احنا عارفينها قصه تفنود لما غابت واتوم ارسل انوريس عشان يجيب العين وعاد، عشان كده انوريس بيرتبط دايما بالمعبود شو. المنطقه مركز عباده زي ما قلت لحضراتكم للمعبوده ايزيس. الاقليم ال 13 الاقليم حكا عنج، حكا عنج يعني الصولجان العالي او الصولجان العظيم. حكا عنج دي اللي هي العاصمه بتاعته اونو، مدينة الوتد أو العمود أو مدينة سرق اون موت اف، وتد أمه أو عمود أمه، ما بين المطرية وعرب الحصن وعزبة المطريد وميدان المسلة. التوراة قال عليها اون، واليونان قالوا عليها هيليوس بوليس، أما المصر القديم فعرفت بمركز عبادة رع ومركز عبادة التسو، وهي واحدة اتسمت كمان بيت انكمت، بيت انكمت سماء مصر. ده الاسم الشهير اللي اطلق على مدينه اونو، وده لان اونو عمرها ما كانت عاصمه لمصر في اي فتره من فتراتها، لكن طول التاريخ اونو هي اللي بتدير الديانه والفكر والفلسفه المصريه. الاقليم ال 14 اقليم خنت ايب الحد الشرقي، لانه بيقع في شمال شرق الدلتا. عاصمته في البدايه كانت منطقه عند الانطره اللي هي ثارو دلوقتي، لكن اتحولت شويه كده العاصمه واتنقلت اللي جه معانا تانيث صان الحجر اتكلمنا عليها، نقلنا كده شويه ورحنا على صان الحجر 20 كيلو من المنزله 24 كيلو من تلفر. صان الحجر او تانيث المدينه الرائعه العظيمه التي نسميها طيبه الشمال، جعن في النصوص المصريه، صعن في الاشوريه، صعن في التوراه، ثم صان في اللغه العربيه، وهي صان الحجر مركز عباده حورس، والتي يقام فيها واحد من اجمل واروع المعابد اللي اتنقل فيها الثالوث المقدس ومقابر ملوك الاسره 21 اهمهم مقبره بيسوسينيس ومقابر بعض ملوك الاسره 22 زي شاشانك الثالث. الاقليم ال 15 زي ما الاقليم ال 15 في الصعيد كان جحوتي، الاقليم ال 15 في الدلتا كان برضه جحوتي. اتسمى الاقليم هيربوبوليس بارفا اللي هو مكانه بير اللي هو مكانه دلوقتي المنطقه بتاعت تل البقليه اللي هو من 9 كيلو جنوب المنصوره. المكان ده هو اللي قريب كمان قوي من منطقه اجا ومركز عباده جحوتي في الدلتا. المقاطعه ال 16 القطعه 16 دي بقى منطقه من بين المناطق الهامه جدا، لانها وصلت انها كانت عاصمه لمصر وعاصمه في مرحله من اقوى المراحل اللي حاولت فيها مصر تسترد هويتها. الاقليم ال 16 اللي هو اقليم عج محيط، اقليم الاقليم نقول اقليم الحوت اللي حبينا نسميه، وكان مركز عباده الاوزير اللي هو اتعرف فيه النصوص اليونانيه باسم منديس اللي هي منطقه تل الربع وتمايل انديد دلوقتي اللي هو 12 كيلو شرق المنصوره. اتسمى في المصريه القديمه جدت
اللي هي تل الرب، وتل تمايل امديد تسمى تيموس في اليوناني، ومنها اتحرفت بعد كده وبقى تل ابن سلام، ونزلت المنطقه لغايه ما اصبح معبد ومرج ومقر كبير للعاصمه. ومن اهم الاثار تماثيل كتيره جدا طلعت من المنطقه لوس 29، اضافه الى الناموس الاكبر برجع لوس 26 لعهد الملك احمس الثاني. الاقليم ال 17 من اقاليم الدلتا سما بحدد المتوحد مع عرش مصر، المتوحد مع عرش مصر. وكان الاقليم ده له اسم ديني تاني اللي هو با مير ان ايمن، اللي هي جزيره المعبود امون، اللي هي اصبحت دلوقتي با مير ايمن، اللي هي بقت البلامون، اللي هي دلوقتي 10 كيلو شمال غرب شربين، 24 كيلو شمال غرب المنصوره. المعبود هناك كان حورس، وان بعد التاني بيقول انه اتعبد اوزوريس كمان في المنطقه. الاقليم ال 18 اقليم الطفل الجنوبي ايم خامد، اللي هو الاقليم ال 18 و 19 كان واحد. الاقليم ال 18 العاصمه بتاعته كانت بير باستت، اللي هي مكان عباده او مقر الاله باستت، اللي بقت بي باستا في العبريه، بقت في اليونانيه بو باستس، واصبحت في العربي تل باستا مركز الشرقي. ايم بحو اللي هو اقليم الطفل الشمالي اللي هو عاصمته ايمت، اللي نال شهره كبيره جدا لانه بيقال ان الحاجب بتاع اوزوريس اتدفن في الاقليم ال 19. المكان بتاعه اللي هو تل الميدان 20 كيلو شرق 100 غمر في الداخليه. البعض الثاني بيقول ان الاقليم ده ربما يكون قريب من منطقه فقوس في الشرقي. الاقليم ال 20، الاقليم ال 20 واخر اقاليمنا هو اقليم سوبت، عند حدود الدلتا الشرقيه اللي سماه اليونانيون الارابيوس اللي هو الاقليم العربي، واضاف اليها في العاصمه التاو فبقت ترابيا اللي هي ترابينا. ترابينا اللي هي منطقه قريبه من صفت الحنه اللي منها اللي تقع 10 كيلو شمال شرق الزافي. اسمها في المصري القديم بير ايبت البيت الشمالي، لكن الاشهر ليها كان بير سوبد المعبود، المعبود سوبد، سوبد اللي كان معبود بوابه مصر الشرقيه. اقاليم مصر اقاليم ثريه، اقاليم غنيه تحمل كل الاسرار وكل الخيرات لمصر، حملت لمصر العظمة والمكانة، اختلفت وفقا للأساطير اللي ارتبطت بكل إقليم، وفقا للقصة وكهنوت كل إقليم على حدة في كل مرحلة من مراحله. أتمنى يا رب إن الفيديوهات دي تكون عجبت حضراتكم، تكون حققت الغرض اللي احنا من خلاله اتكلمنا على الأقاليم دي، ناقشنا من خلالها معبودات، ناقشنا أقاليم، حاولنا نحط أسماء. لاحظوا هنا الخطأ اللي البعض بيقع فيه، إنه مش عواصم زي دلوقتي، التقسيم الإداري دلوقتي شيء، والتقسيم الإداري للمصر القديم شيء آخر. دامت مصر بخير، دمتوا حضراتكم بكل سعادة، إن شاء الله فيديوهات جديدة انتظروها، يا ريت اللي عنده أي مقترحات لأي موضوعات يبعت لي هنتكلم فيها. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا، سلام عليكم.